هلا مرحبا، شو اخباركم؟ كلامي سريع صراحة ببطئ. اول شيء احب اشكركم كلكم على دعمكم لي، ودائما انتم متواجدين معي، وبديتوا الحين تتواجدون معي بعد في لقاءاتي، في حتى اليوم في مؤتمر صحفي. طبعا انا كثير مستانسة من علاقتي فيكم، وكثير احس بتشجيع بسببكم. شو تبون تعرفون؟ شو عندي؟ ما عندي شيء جديد عشان أقدمه لكم أو أعطيكم إياه الحين إكسكلوسيف، بس ممكن أقول طبعاً الكلام نحن نعرفه أنه بعدنا نجهز في الكليب، بس الجديد أنه فكرتي أنا. هذا اللي صار الجديد معي. إن شاء الله لو نفذنا الكليب إن شاء الله الفكرة تعجبكم، وراح أحاول أنزلكم سينجل، وراح أنزل سينجل بس عشانكم. and المؤتمر اللي كان اليوم كان عشان منتج باراشوت، وأنا مبسوطة كثير بالدعاية، وإن شاء الله قريب بتشوفون أنتوا الدعاية وإن شاء الله تعجبكم، and إن شاء الله دائما شغلي يكون عجبكم. أهديكم أغنية. شو أهديكم؟ لا مو بإهداء عشان يمكن كل كلام مش ماشي زين. أوكي. طلع روحي لحد ما قال الكلمة إلا استناها منه، طلع روحي كنت أذوب بناري مو قادر أستنى، طلع روحي ورد لي روحي لما أخيرا قال أحبك، مت بشوقي مت بناري كنت أظن ناوي داري، لكن أخيرا جاني بنفسه قال بهمسه أحبك.